مرحبا، اليوم رح نحكي عن الموديول نمبر 9. فعليا الموديول نمبر 9 حيكون هو الـ IP Addressing. رح نتعرف شو معنات كلمة IP Address. رح نعرف انه هي عبارة عن مثل رقم تليفون لأي كمبيوتر موجود عندنا على الشبكة أو على الإنترنت. بعدين رح نشوف كيف في شركة اسمها الأينا وزعت لي الـ IP Addresses بالعالم وصنفتهم لنوعين. صنفت لنا شيء اسمه Classful IP Addresses وبعدين عملت شيء اسمه Classless IP Addresses. وبعدين رح نشوف شيء اسمه Public IP Addresses والPrivate IP Addresses. وبالنهاية رح نشوف شيء اسمه NAT واللي هو Network Address Translation. رح نعرف شو وظيفة NAT ورح نعرف كيف يستخدم مشان يوزع الإنترنت على مجموعة أجهزة على النتورك. خلونا هلا نشوف كيف نسابق هاي الشغلات.